تخيل اذا ما عندي عقد ويا الايرانيين وقصوا الغاز، ما لي دخل باي جهه. اليوم انا اريد غاز من السماء، من الارض، من القمر، من ايران، من ما ادري منين. مع العلم انا رحت التركمانستان ورحت القطر وعندي مباحثات يوم اسوي منصات غاز مسال بمين الفا. اليوم محطاتي 8000 تشتغل على الغاز الايراني، اذا ما وقع عقد وياهم يقصوه. اذا يقصوه شو يصير بحال المنظومه؟ اليوم يطلع 8000 ميجاوات. هم ما مستلمين هاي وحده. لا لا هو تحت ما خطه وزاره. انا قلت ترى الايرانيين ما مستلمين فلوسهم. قصد لا فلوسهم بتجيب هاي يعني ما مستلمين. انا قلت لو وزير النفط لا غريبه هاي. انا قلت لو وزير النفط قال الغاز العراقي راح يستغل بخلال 3 سنوات والخط جزء ثاني خلال 5 سنوات. انا قلت كمل وقت وزارة النفط قالت الوقت كمل الوقت بعد ما عندي وقت. عندك ملاحظات على والله يعني انا ما اعرف شو اقول لك، لكن استاذ احمد ان شاء الله تكون هذه الخطه خطه موفقه. حاطط جيبي احنا اذا والله استعرض لك الموجود بالوزاره اذا تسمح لي. نتمنى بانه تكون هذا الكلام اللي تفضلت به انت، ترى انا سامعه قبل 7 سنوات او 10 سنوات بوقت حكومه الكاظم، بوقت حكومه المالكي، بوقت حكومه العبادي، الكل كان يتكلم بهذا. اصلا احد الوزراء قال احنا راح نصدر، وتدري تذكر كل زين نصدر كهرباء الى الخارج. بس انا شو هذا الكلام؟ اذا تسمح لي ارجوك والله اعطيتك مجال. هاي الناس هسه بتسمع هذا الحكي يقول له انا شاله بتعطيني ساعات تجهيز ايش قد؟ مو انت انا هذا اللي تريده الناس. الحق هذا الموضوع ما يصير قفزه. يعني انا اقول لك شيء واحد، يعني اقول لك يعني حتى العقد الاخير اللي صار مال الغاز الان وحتى السابق يعني بي اجحاف الى العراق والشعب العراقي. يعني هل من المعقول بانه بكل مكان بالعالم، كل مكان بالعالم الغاز ينباع على اساس حساب 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 وليس مقطوع؟ يعني احنا بالعراق كارثه. يعني انت تتوقع استاذ محمد بانه احنا عندنا تقريبا شهرين بالشتاء هذا ما عندي خيار بمشاكل بتقطعات تيك اند باي مو تيك اور باي على اساس ما اخذه. الله يخليك اي ادري وياك استاذي على حسب ما احتاج ادفع فلوس مو اطو مكور حتى الفلوس يودونه للتي بي اي ما يروح. والله ادري والله اعرف والله اعرف اكو مشكله وطالع حلول لها بالنسبه للاموال الايرانيه هذه الاموال. المهم بانه احنا حقيقه اذا ما تفضل بها استاذ احمد نتمنى بانه تكون صادقه ووزاره الكهرباء بهذه الخطه. نتمنى مو تشذب شنو مصلحتك؟ لا حشاكه من الكذب. لكن الخطه اذا ماكو متابعه وماكو مصداقيه بالعمل وماكو فد استقراريه ما تنجز. اليوم دنيش صار لنا سنوات صار لنا 10-15 سنة في هذه المشاكل الكبيره. احنا نريد من الوزاره الاتي احنا كاقتصاديين كقطاع خاص نتمنى بان يراعون كل الجهات ذات العلاقه، مو هذه الجهه تابعه لهذا الحزب يعطوها هذا العقد واي جهه اخرى ما ممكن انه تاخذ العقود. احنا عندنا شركات 5 شركات اسمح لي يا حزب ارجوك اسمع، احنا عندنا 5 شركات هذه الـ5 شركات مسيطره على عقود الوزاره بالكامل.